Bonjour tout le monde. أهلا بالجميع في درس جديد من سلسلة نعم أستطيع أن أتعلم الفرنسية وأتكلم الفرنسية. اخترت لكم مقطع من الأخبار عم يحكي عن موضوع الساعة، يعني هو فيروس أوميكرون المتحور الجديد. فرح أقرأ النص بالبداية وبعدين بنجي للشرح كلمة كلمة، ما نو صعبة بس ركزوا شوي. Le docteur Jonathan Rayner, professeur de médecine à l'université George Washington, États-Unis, fait partie des experts qui alertent l'opinion. Aux États-Unis, sur la forte contagiosité de ce variant B11529, dans un entretien accordé à nos confrères de CNN, le scientifique assure que Omicron est le virus le plus contagieux jamais connu. C'est peut-être le virus le plus contagieux auquel notre civilisation a été confrontée. Point. Le professeur Rainer assure que Omicron est aussi contagieux que la rougeole. طيب راح نحكي هلا كلمة كلمة بهدوء. لو دكتور جوناثان غينر، طبعا ما فيها الدكتور فلان الفلاني. فيرجول يعني فاصلة، فيرجول. بروفيسور دو ميدسين يعني دكتور في الطب. بس معه درجة الدكتوراه اللي هي الأستاذية، يعني بروفيسور هي أستاذ في الطب، اللي بيعادل عنا دكتور جامعة يعني من أساتذة الطب. الونيفرسيتي جورج واشنطن، في جامعة جورج واشنطن. في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تلفظ هكذا إيتازوني، لأنه بيصير الليزون بين الإس والإو، بنقول ليز إيتازوني يعني الولايات المتحدة إيتازوني. فيرجول في بارتي دي إكسبير يعني هو هذا الدكتور جوناثان أحد أعضاء أو يعتبر جزء من الخبراء دي إكسبير. إكسبير هو خبير، اكسبير باخر اس طبعا تلفظ نفس الشيء، وانما اكسبير ديز اكسبير بنفهم انه هن مجموعه الخبراء، يعني هو واحد من مجموعه من الخبراء كي اليرت لوبينيون، اللي بيعطي انذار للراي العام. اوبينيون هو الراي العام، اليرت هي الانذار. اوز ايتازوني في الولايات المتحده، فيرجول فاصله، سور لا فورت كونتاجيوزيتي يعني بموضوع العدوى الشديدة. فورت هو شديد أو قوي، كونتاجيوزيتي هو إمكانية العدوى، يعني إنه هذا الفيروس الجديد عنده إمكانية عدوى جديدة. عن شو عم يحكي؟ عن الفاريون يعني المتحول، دو سو فاريون هذا المتحول اللي اسمه بي 11529، 522 يعني 500، بنقول 500 يعني بالعادة، ما نقول 500 500 520 يعني 20 9 9 529 point اللي هي نقطة. dans un entretien يعني entretien، لو بنقول مقابلة، entretien هي المقابلة، entretien مقابلة. accordé يعني موافقة عليها، à nos confrères de CNN les زملائنا في قناة CNN المعروفة. إذا dans un entretien accordé à nos confrères يعني هو عطى مقابلة موافق عليها للزملاء في سي ان ان فيرجول فاصلة على بدا يبدا. لو سيونتيفيك يعني انه هذا العالم او هذا الاستاذ في العلم اسيغ يؤكد كو ان اوميكرون يعني هذا المتحول اللي اسمه اوميكرون Et le virus, ou le virus le plus contagieux jamais connu. يعني هو الفيروس الأكثر عدوى الذي عرف أبدا، يعني لم يعرف أبدا فيروس أكثر منه عدوى. C'est peut-être وقد يكون c'est peut-être le virus قد يكون هذا الفيروس le plus contagieux الأكثر عدوى auquel بالنسبة
notre civilisation, يعني حضارتنا, a été confrontée. يعني أن هذه الحضارة لم تجابه بفيروس أكثر عدوى من هذا العدوى. إذن c'est peut-être le virus, قد يكون هذا الفيروس هو الأكثر عدوى الذي يمكن لهذه الحضارة أن تتعرض له. confronté يعني هو مثل هو المجابهة, يعني لم تجابه الحضارة بأي فيروس أكثر عدوى من هذا الفيروس. le professeur Reynaud, professeur Reynaud assure, يؤكد que Omicron, أن Omicron est aussi contagieux, هو معدي que la rougeole, هو أيضا معدي مثل مرض الحصبة. مرض الحصبة معروف أنه هو مرض فيروسي معدي بشكل كبير يعني. فعم يشبه البروفيسور رينر المرض الأوميكرون أو فيروس الأوميكرون بشدة العدوى تبعه مثل أنه كو لا روجيول, يعني أسيوك أوميكرون إي أوسي كونتاجيو كو لا روجيول. روجيول هو مرض الحصبة. نجي للمقطع الثاني, دوزيام باراغراف, المقطع الثاني. Pour lui, le meilleur moyen de lutter contre la propagation d'Omicron et la vaccination. Donc pour lui, يعني بالنسبة له, le meilleur, يعني أفضل, moyen, طريقة, de lutter les محاربة أو مكافحة, la propagation يعني انتشار, يعني pour lui, بالنسبة له, le meilleur moyen, أفضل طريقة, de lutter, لمكافحة أو للمكافحة contre la propagation, contre يعني ضد, la propagation يعني انتشار d'Omicron, يعني فيروس المتحول اللي هو أوميكرون, et la vaccination, هو التطعيم. nos vaccins, يعني طعومنا, أو يقولوا اللقاح, بس هو اللقاح كلمة خطأ الحقيقة, هو الطعم. nos vaccins, يعني طعومنا, vous protégeront. protège هو يحمي, protégera في المستقبل سيحمي, vous protégeront سيحموكم, يعني سيشكل لكم حماية. surtout يعني خاصة, si vous êtes vacciné avec trois doses, خاصة إذا كنتم مطعمين بثلاثة جرعات, trois doses, ثلاث جرعات. Donc, surtout si vous êtes vacciné avec trois doses. خاصةً إذا كنتم مطعمين بثلاثة جرعات. Indique l'intéressé. Indique يعني يشير إلى. L'intéressé يعني المعنى, يعني هو المشار إليه. يعني هذا الكلام كله إنه البروفيسور هو اللي قالك. Indique l'intéressé. Les personnes, أي الأشخاص, qui ne sont pas vaccinés, الذين لم يتلقوا الطعم, doivent commencer la démarche dès maintenant. يعني الأشخاص الذين لم يتلقوا الطعم doivent, يجب عليهم, commencer, أن يبدأوا, la démarche, يعني الإجراءات, dès maintenant, منذ الآن, dès maintenant. Rendez-vous بتجي بمعنى موعد, وبتجي بأنه يعني اذهبوا, يعني rendez-vous dans votre pharmacie. Rendez-vous dans votre pharmacie et faites-vous vacciner. يعني خذوا أنفسكم إلى الصيدلية القريبة أو الصيدلية تبعكم et faites-vous vacciner. وتلقوا الطعم أو المطعوم أو اللقاح. Insistez. يعني يصر, انسيست تجي من انسيستي هو يصر, انسيست انه يصر, انسيستيل يعني هو يصر على هذا الكلام. alors que بينما, selon la chaîne ABC, بينما انه بالعودة الى قناة ABC, يعني بالنسبة الى قناة ABC ماذا تقول؟ alors que selon la chaîne ABC, 50 millions, 50 يعني 50 millions d'Américains, 50 millions d'Américains éligibles, يعني صالح لعمل معين أو عنده
القابلية لكذا غيست نون فاكسيني، يعني 50 مليون أمريكي قابل لتلقي اللقاح ليسوا ملقحين. Un tsunami arrive pour les non-vaccinés, ajoute Jonathan Reiner. يعني أجوت يعني يضيف، يعني جوناثان غينر يضيف أنه هناك تسونامي. تسونامي بتعرفوا هو الطوفان أو الأعصار، الطوفان اللي هو بيكون كتير خطير جدا. أغيف سيأتي أو سيصيب لي نون فاكسيني، الذين لم يتلقوا المطعم أو اللقاح. أن تسونامي يعني طوفان وأعصار، ما بعرف شو تسونامي بالضبط بالعربي، ولا بتعرفوا يعني تسونامي هو اللي بيصير انه بتهجم الامواج الهائجه يعني على 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 الارض من المحيط من البحر. ان تسونامي اغيف بور لي نون فاكسيني، يعني هناك تسونامي راح يصيب هؤلاء اذا الذين لم يتلقوا اللقاح. اجود جوناثان غينر، يعني هذا البروفيسور جوناثان غينر عم اضاف لي كلامه. في 50 مليون أمريكي غير ملقحين، ولكن سيصيبهم تسونامي. بتمنى تكونوا يعني استفدتوا من هالمقطعين اللي هن حول آخر تطورات فيروس أوميكرون، وشكرا للمتابعة.